لا 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 غنيها حقيقي. ما تغلق ما تقلقش الست. مش دي نعيمة المصرية؟ أيوة صح؟ برافو عليك. أيوة صح. اللحن مش فاكره قوي. هي نعيمة المصرية صح. نعيمة المصرية. أما نعيمة خدي بيزا واسكت خدي بيزا ونام. أما بيزا واسكت أما بيزا ونام. أمك السيدة لا شيخة وأبوك حسن الإمام. تجي كان يعني المفروض اغني الغنوه دي يناموا ما حدش نام خالص. لا بس انا يناموا ايه ده صحيوا يعني برغم ان هم كتبوا حاجات مختلفه الا ان احنا هنديهم نقطه على الاغنيه الجميله دي. ثانك يو ثانك يو يا حبيبي. سؤالي مدام دلال، استاذ سمير لابس شراب لونه ايه؟ اتفضلي. لا مالكش دعوه بيها. اكتب يا استاذ. اكتب اللون. اكتب اللون شرابي. اه يلا واحد اتنين ده لسه واحد اتنين تلاتة. هنا الاجابه رمادي غامق وعند حضرتك ده كلمها كده اسود ولا احمر؟ يخرب عقلك انت لسه شراب احمر. انا علمتك كده شراب. لا يا بابا ازاي ما عرفتش كده؟ قلت لك ركبي نظاره مش عايزه. وبرغم برضه ان هم خسروا النقطه لكن احنا هنديهم النقطه على شراب وشيكة استاذ سمير ونقطه ثانيه. دلوقتي انا هسال حضرتك يا استاذ. ايوه هنكسب برضو؟ ايوه نمسح اللي فات. نمسح الاحمر ده. قول لي استاذه دلال مثلت كام فيلم؟ ياه دلال ده انا نفسي ما اعرفش. بالتقريب مثلا يعني بالتقريب صح؟ من كذا لكذا يعني مش كتير. دلال مثلت يعني دلال قول لي يعني اكتبهم. يا مؤاخذة يا باشا. لا ولا يهمك. دلال اكتبهم حضرتك. انا فاكر اللي معايا وهي لوحدها يعني. طب نخليها اللي معاك. اللي معايا اللي معاه ماشي. ليه اللي معايا واللي بره؟ خليهم اللي مع حضرتك كله مع بعض. خلاص حضرتك كتبتي؟ انا كتبت اللي كله. تمام كتبت؟ لا لسه لسه. تقريب كده. طيب يلا واحد اتنين تلاته ونلف. اقلب 10 ايه ده انت مش في الدنيا. وهنا من 30 ل 40 فيلم. ده من ورايا طبعا. واضح ان هي خنصرت كتير بس هو الرقم الحقيقي 44 فيلم بجد. ايوه يعني واحنا بنحكي عليهم كلهم الحقيقه يعني. الله بجد الله. ربنا 55 فيلم يا جماعه. 55 فيلم. أمك كانت مترشحة ل 55 رفضت 5 وقبلت 5 فاضل 5. طيب اسأل يا مدام. سؤالي بقى لمدام دلال. آخر فيلم اتفرج عليه أستاذ سمير. فيلم عربي يعني؟ فيلم عربي فيلم أجنبي. آخر واحد. أجنبي بس ما بدلهاش في الأجنبي. لا بس هعرف. ماشي. اتفضل أستاذ سمير. اكتبها بالإنجليزي ولا أو بالعربي عادي بالفرنسي. اخر فيلم انا شفته ده هي كتبته. ما هي اعتقد كده. جنبي سكي. اخر واحد كان ايه؟ كان امتى؟ امبارح. طيب امبارح. طب يلا اكتبه. بس اللي كتبته ده بشوف في اليوم ثلاث افلام مؤخرا يعني. بشوف في اليوم واحد منهم ثلاث افلام يعني. هفتكر لك واحد منهم. بتفتكر لك فيلم رعب من اللي انت بترعبني بيهم. بموت في الرعب انا ده. الاقي الصوت عالي بقى. ايه سمير وطي حرام عليك. اطلبه في التليفون عشان مكسله اقوم. بتكلم بعض في البيت حتى لو ما لو مفيش اول ما افتح التلفزيون بدون منازل. هو لسه ما شغلش حاجه. سميتها دلال وطي. طب اكتب لنا حضرتك الفيلم. اخر فيلم لسه
يعني انا بشوف الفيلم تقريب، مش لازم امبارح يعني بالتقريب. انا اصلا المصيبه بنقل بلغي الاسم عشان اوفر في الشريط تايم. برحل برحل انما فيهم واحد عربي الفيلم شفته امبارح. طب مش عايزه تغيري قبل عشان تكسبوا النقطه، هو كتب اخر فيلم امبارح اهو عربي. والله ايوه ماشي. ده جميل، كان لسه امبارح. شكله هو ماشي. طب يلا نلف بقى. هو في الأج... حتى لا يطير الدخان. البعض عندنا يذهب فيلمين. للمأذون مرتين. لا لا لاند، والبعض يذهب للمأذون مرتين. لا لا لاند ده انت كنت بتشوفه قريب. انا كنت شفت ده امبارح الاوسكار وانا بقلب كده فشدني. عادل امام كان عامل شغل رهيب. جميل طبعا قوي. وللاسف برضو خسرت النقطه، بس يعني ان شاء الله نكمل في السؤال اللي بعده. ايه ده ولا يهمني، وربنا يكثر احنا مش متوافقين خالص. لا والله انتوا كشفتون. طب يلا وعمالين نقول خلافات، اقول لكم الله اكبر. طب انا اسال حضرتك يا استاذ، امسكوا الخشب. اتفضلي يا حبيبتي. قول لي ده مفيش حاجه صح. حتى بس في توافق ما شاء الله. بس في توافق بالنيه، الاعمال والنيات. قول لي يا استاذ سمير، ايه السبب اللي خلى ديدي اخر مره عيطت؟ واكتبه لنا. السبب هقول لك حاجه. اكتب انا كمان؟ لا هنكتبه عشان نعرف. اخر مره عيطت اصل هي يعني ربنا يبارك لها، اي حد من الفنانين يموت او بتعب ما بتسيبوش تروح العزاء وتروح يعني الاخر. انا بتعب نفسيا بتعب يعني، فمش عارف من كتر العزاءات ولا الحاجات اللي راحتها مش عارف اقول. يعني نكتب حاجات عزاء كده ولا لا؟ اخر مره ممكن تكون قعدتي في البيت بسبب مثلا رجل حضرتك اتخبطت في الكومودين وحاجات عاديه اللي لا. كلنا بنتعرض لها دي. ما بتعيطش خالص؟ مين هي؟ يا لهوي طبعا، اذا كان كل يومين عزا كل يومين. انا ما بحبش اشوفها وهي بتعيط الحقيقه يعني. انا كتبت حاجتين فعلا حقيقي والله. انا انا صادق مش كده؟ ايه انا مش عايز اكتب بقى، مش فاكر ايه يعني اصلا كتبت هكتب من انا اصلي مبتسم على طول ما بنكتش عليه. يا رب دايما يا رب يجيب عليك كل عيط. طب خلاص نشوف شويه. لا بس هو الحقيقه مرض ايمي بنتي وهي عيانه. ده وهو كمان اكتر مني كان بيعيط. ربنا يشفيها ودنيا وهي مسافره وسايبه كايلا لاول مره. لا انا ايمي وهي تعبانه لوحدي مش قادر اشوفها كده. ف ربنا يشفي ايمي ويرجع دنيا بالسلامه يا رب. ان شاء الله يا رب، وتفضلوا كده متجمعين بحب ودايما وفرحانين وما يجيبش اي حاجه تخليكم يا رب تعيطوا ابدا. تعيشي بس برضه ده ما يمنعش. انما اخر عياط بقى على الزملاء على الزملاء والاساس كانت ماما كريمه مختار الله يرحمها. يعني دي ست جميله الله يرحمها. هو دايما اخر كل سنه تروح واخده شويه معاها كده. دايما صح من العظام والكبار يعني. نظرت الواحد بيبقى خايف. لا بعد الشر يا حبيبي، بعد الشر يا رب يخليك لينا يا رب وما يحرمناش منك ابدا. يعني انت الضحكه الحلوه في حياتنا والله العظيم بجد من قلبي. يا رب. نفك بقى، بلاش الموضوع ده بقى ونفك بقى. ايوه صح. سؤال نعود كمان. سؤال الندم ده ليه؟ ايه اكبر عيب موجود عند استاذ سمير؟ كيتي. اكبر واحد. ايوه بس عاجبك. ايوه طبعا. لا ما هو بالنسبه لها عيب يعني، جايز تقول هي حاجه بالنسبه لها هي عيب عندها. انما عندنا مش عيب عادي. جدا. وحضرتك تكتبه بقى. اخر عيب فيا؟ اخر عيب هو اخر عيب. اكبر عيب، اكبر عيب في حضرتك. اكبر عيب عند حضرتك. اكبر عيب فيا او اكتر حاجه هي دايما تقول لك لو تبطل كذا يا سوسي كده. زي انا بقول لي ما تدوش، بقول لي يا بوسبس. لو تبطل كذا يا بوسبس.
انا بقول له يا مدوجي لو تبطل تحشر لو تبطل تشخر لو تبطلي لو تبطلي انت قلت العيب فيك انت لا يا بتعمل حاجه ثانيه ها طب يلا التشخير هنا ستيريو ايوه فظيع ايوه جنبي انت كتبت العيب عندك انت من ضمن عيوبي طب يلا من ضمن ايوه خليك صريح من ضمن ماشي يلا نلف نشوف يلا طيب زيادة عن اللي يا الطيبة زيادة عن اللزوم لا لا دي نقطة جميلة الله والله كده بقى بص بقى ومجاملة الآخرين مجاملة الآخرين دي الله أكبر عليهم عصافير يا جماعة والله والتوافق مغرقنا يعني مش حقيقة لا هو بني آدم طيب جدا وبيجي على جدة حلو الحمد لله بس بيجي على دماغي يا حبيبي يعني لا المفروض ان الطيبة دي ميزة بس لما تزيد لا بتزيد بتتورط وبعدين لا هي ساعات لما بتزيد برضو بتبقى كويسة بس العيب في الآخرين اللي يستغلوا الطيبة دي ده اللي بيضايقني صح صح يبقى الطيبة مش عيب صح لا يعني عيب هي الطيبة مش عيب بس لما الآخرين يخلوها عيب ده اللي بيبقى بتتقلب لطمع الغير بالظبط ده كويسه معاه خلاص يبقى لا ده مش عيب يا استاذ سمير لا وبعدين عند المشكله ايه ان محدش بره حاسس بيك انت ايه عيان بايه تعبان بايه أيوه. مين عيب في البيت تعبان مين يعني اذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللئيم تمرد 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 انا كنت عايز اسمعها اذا تكرمت اللئيمه فرشحته ودلوقتي سؤالي فشفشته خليها فشفشته فشفشته ماشي طب دلوقتي سؤالي لحضرتك ايه الاكله اللي اتعشت بيها ديدي امبارح اولا هي جمالها اتعشت بره وجابت لي العشاء معاها خلاص أيوه. نكتب صاحبتي نكتب من عند سهير صاحبتي استنى مركز كده يا حبيبتي هو انا سخنت ايه سمك بالصوص الابيض طيب هي الاجابه من غير ما تكتبها ايه الاجابه صح ونقطه والكشك والكشك بالفراخ والكوسه باللبن بس دول ما مش حلوين هو السمك بس عشان سهير ما تزعلش لا ده كان جميل يا سهير ايه تدينا حاجه بقى الكوسه باللبن ايه يا مدام ده الكوسه باللبن لا والله عجبتني جدا انا عامله كوسه باللبن جميله ايوه اول ما قالوا انتوا الاثنين قلت اللهم اجعله هي بقى في حاجه جديده لذيذه جدا انا ماسك التليفون بكلم اي حد هي بتيجي من بعيد تتصنط مش عارف انا بكلم مين انها بتعمل ازاي ما هو زي كده يعني في اخبار حاجات ما تتقالش لا ليه وهو بيحكيها لاي حد ما هو دي بقى من الطيبه ده بقى بص لها بقى اهو هنا بقى الطيبه زياده عن اللزوم ايه انا بكلم كذا كذا اهو وما تمشيش تفضل وقت تشوف ايه الكلام ما انا بتطمن يا لا انا بكلم مكالمه هي عايزه تصححها لي ايوه او فاكر ان انا هقول حاجه يعني لا هو غلط فتروح ايه انا بقى ابقى في ماسك التليفون بقى لو تعرف انا عايز اعمل ايه عايز امسكه بالعده كده وابوس تا 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 انت غلبتني يا سبعه لما يجيني تليفون ابص الاول لك انا طلعت اشوفها واقفه فين بس نفسي انا لو اعرف اصور كنت اصورها في الحته دي لذيذه جدا كوميديانة رهيبه تحس حاجه ملهاش لازمه دخلت كده وراحت طالعه انتوا هتقفلوا الحلقه دي لا 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 حالا قربتوا تخلصوا انت اللي جبتي لي نفسي خلاص السؤال اللي بعده بقى ايه اللي فات ايه اكتر بلد استاذ سمير بيحب يروحها اكتب يا سمور اكتر بلد وفي كذا بلد لا احسنهم بقى اللي انت بتحب تروحها مودك بيجي هناك وخلص
عرفتها مكتوبه بقلب. نفس. ايوه صح. نلف. لف. يلا نلف. يا بنت الايه. ايوه على لبنان واحلى تحيه لبنان. الحاجات التقيله اللي انا هرشها. طب انا كنت هقول تونس والله. ما هي تونس برضه فيها نفس. لا لبنان بتحبها انت. لبنان مين ما يحبش لبنان؟ طبعا. طيب دلوقتي سؤالي لحضرتك يا استاذ سمير، قول لي ايه اكتر حاجه استاذه دلال بتصرف عليها فلوسها؟ اكتب. هتكفي؟ اعتقد. ايوه ايوه هي اللي تحت دي. هي اللي تحت دي لسه. ايه فضيحه ولا ايه؟ لازم ادلعك شويه يا ماما. طيب ماشي. ايه شفتي معاك ايه؟ تمام تمام. ده ايه ده كده؟ عايزين نلف بس. كتب قصه حياتي ولا ايه؟ انا نايل على فكره. ده مش مكفيه يا جماعه. ده حضرتك كده بتعملها كشف الضرايب كده. انت كده في غل. اخر واحده غل. هتجيب الضرايب ليه؟ خليك تا تا تا. يلا نلف. هدايا لاصحابها وجزء كبير من مصاريف البيت كفايه تليفونات. وهنا برضو في الهدايا. فيبقى خدوا نقطه كمان. ده حقيقي. ايه الايباد ده بتاع مين؟ السيراميكا. سيراميكا. ايوه يلا يا ماجي. يلا اسال دي السؤال. ده الله لعبتكم حلوه والله حبيبتي. طب خلي ده بقى. طيب. كده السؤال. يا مسهل يا مسهل. اتخرج من المدرسه سنه كام؟ من المدرسة؟ لا انسى. ولا من الجامعه؟ من الجامعه. لا اكيد. يعني أنا هقولها بالتقريب كده. أنا حسبتها بالنسبة لي وبالنسبة له. زراعة اسكندرية. خلاص. أيوة. مش منين يا بابا؟ كتبت يا حبيبي؟ الوقت. أيوة. كتبت. طب يلا نلف بقى. خلاص. يلا. أواخر الستينات. 67. وبرافو. خدوا نقطة كمان.